أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل زنى بامرأة ثم تاب من ذلك وأراد أن يتزوج، فهل يجوز ذلك شرعا؟ الله جل وعلا قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. لكن إذا حصلت التوبة الصادقة، إذا حصلت التوبة الصادقة منه ومنها وخرجت من العدة، فله أن يتزوجه. نعم.